دورك عظيم جدا، والناس هنا تسمى من هذا الدور، سواء في علاقاتنا مع دولة تشاد أو مع التجار أو مع كل ما نحتاجه لتوفير هذه اللحوم لمصر. كلمينا بقى، عملت ده إزاي؟ والله أنا طبعا برنامجك في الاستثمار بالإضافة لبرنامج إضافة المستثمرين لدولة تشاد، ودارين نجيب أكبر كمية من المستثمرين عشان إحنا ما عندنا استثمارات كبيرة في تشاد. ووصلت إلى مصر وعملت عدة شغل مع بعض المستثمرين، ومن ضمنهم شركة سيبو لمحمد جمال، والآن إن شاء الله حنبدأ في تصدير أول قافلة أو طيران لمصر في تصدير اللحوم. وتصدير اللحوم ده شيء مهم جدا جدا بالنسبة لنا، لأنه بيرفع من الاقتصاد بتاعنا في دولة تشاد، بالإضافة بنساهم في تدريب الشباب وتدريب العمالة أو الجزارين، بالإضافة لذلك برضو بيساهم الشركة في الزراعة أو في المنتجات الزراعية، وبنساعد برضو في تربية العجول وتسمينة بدولة تشاد إن شاء الله. خلي بال حضراتكم، فرحة صديق يعقوب درست إدارة الأعمال وعملت في منظمات وجهات دولية عديدة جدا، زي قدرة الأمريكية في السودان واليونيسف في تشاد وساعد الوطنية في السودان، وزارت مصر كتير لدعوة المستثمرين المصريين للتعاون مع المستثمرين في تشاد، وأسست في تشاد حوالي 4 شركات لإنتاج اللحوم وتصديرها لأسواق العالم. فرحة، أنا عارف أن أنت همك الأول هو جذب الاستثمارات لتشاد. نعم. عشان نرفع من شأن هذه الدولة العظيمة. أيوة نعم. أنت محتاجة إيه؟ أنا محتاجة لأشياء كثيرة جدا جدا، من الأشياء المحتاجين لها أساسا عايزين تدريب الشباب في مجال الزراعة، بالذات مجال الزراعة طبعا مجال مهم جدا جدا، لأنه لولا الزراعة ما حتقوم الصناعة ولا حتقوم كل مقومات الاستثمار. فنحن عايزين نجذب المستثمرين عشان نستفيد من أراضينا الزراعية، نستفيد من ثروتنا الحيوانية، ونستفيد من أشياء تانية، يعني ما بس في تصدير اللحوم ولا في الألبان ولا في الإنتاج الزراعي، حتى نستفيد يمكن في استثمارات أخرى، يعني في مجالات التصنيع مثلا عندنا القطن موجود وعندنا المحاصيل موجودة، ممكن في بعض الصناعات الزيوت والحلويات دي ما متواجدة إحنا عندنا هنا أبسط الأشياء. يعني حضرتك مش عايزة مجرد منتجات جاية من مصر استيراد، أنت عايزة ناس تنزل تصنع، ناس تعمل تجميع هنا، ناس تعمل فرص عمل، صح؟ مش ده اللي انت عايزاه؟ نعم، احنا عايزين نعمل منتجات في بلدنا، وعايزين نستفيد من الخبرات المصرية ونستفيد من كل الخبرات عشان نقدر احنا ننتج، لانه احنا ما عندنا منتج اساسا محلي باسم تشاد، اساسا ما موجود. لماذا احنا يكون ما عندنا منتج؟ احنا بنصدر المحاصيل، بنصدر موادنا كخام، ما عايزين نصدرها خام، انا عايزة تكون الاشياء دي كلها في بلدنا وتكون في بلدي وتكون مصنعة، ونقدر نستفيد عشان احنا نقدر ذاتنا نقدر نصنع دلوقتي.